العالمية في عام 2008. أسعار النفط خلال جلسة الأسبوع الماضي شهدت تراجعات قوية بأكثر من 3% لكل من خام برنت وخام غرب تكساس. السبب الرئيسي وراء هذه التراجعات هو الإعلان من قبل شركة أرامكو على عودة الإنتاج إلى ما كان عليه في السابق قبيل الهجمات الإرهابية التي تعرض لها الشركة أيضا خلال الشهر الجاري. التراجعات أيضا أدت إلى وصلت حتى أيضا إلى المستويات إلى ما كانت عليه بالنسبة لخام برنت على الأقل. وخام غرب تكساس عودنا لنخسر كل المكاسب التي شهدناها، وأيضا تم إغلاق الفجوة السعرية التي حدثت خلال جلسة يوم الاثنين ما قبل الماضي عندما أو بعد الهجمات. لدينا أيضا نفط الأمريكي الخفيف تراجعات بنفس النسبة بأكثر من 3.17 نقطة مئوية، خسرنا دولارين و20 سنتا تقريبا مع نهاية الأسبوع الماضي، وخصوصا خلال جلسة تداولات يوم الخميس ويوم الجمعة. للمزيد عن أسواق النفط ينضم إلينا مباشرة من المنامة الرئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن السيد يوسف الشمري. أهلا وسهلا بك معنا سيد يوسف على سكاي نيوز عربية. أبدأ معك إلى انتهاء الفجوة السعرية التي شهدناها في أسعار النفط والعودة أيضا إلى الأسعار لما كانت عليه، هل برأيك الارتفاعات انتهت وهل سنشهد المزيد من التراجعات أم نتطلع إلى استقرار الأسعار حتى نهاية العام؟ أهلا وسهلا أخي. عودة الأسعار لمستواها لما كانت قبل عليه قبل إحداث الهجوم الذي حصل على محطات شركة أرامكو السعودية، طبعا هو جاء طبيعي لما لأنه هنالك كان هنالك حوالي نقص في السوق بحوالي 5.7 مليون برميل في اليوم. حاليا الانتاج جالس يرجع تدريجيا إلى الأسواق، وهذا ما جالس يتفاعل مع الأسواق حاليا مع إعادة الإمدادات النفط الأسواق العالمية. حاليا هذا كان طبعا متوقع أنه إعادة تراجع الأسعار اللي لو نظرنا مثلا الخام برنت رجع حوالي 0.61 دولار مقارنة بارتفاع معدل افريج برايس، كان معدل السعر حول الأسبوع الماضي كان حوالي 65 دولار. فقد خلال الأسبوع المقبل نتوقع أن يكون هنالك انخفاض، لكن لن نتوقع هنالك انخفاض كثير في أسعار البرنت ولا أيضا في أسعار الخام تكساس. الأسباب هنالك أنه ستعود الآن إمدادات الأسواق لما كانت عليه في اتفاقية الأوبك بلس. نتوقع ارتفاع في الكمبلاينس اللي هو تخفيض إنتاج أعضاء الأوبك بلس، عندك العراق نيجيريا اللي وعدوا في تخفيض إنتاجهم بترولي في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر وتحقيق نسبة 100% امتثال في الشهرين القادمين. فنتوقع هذه زيادة الامتثال من مجموعة أوبك بلس سيكون حاليا زي ما تقول يعمل زي السبورت أو يمنع انخفاض الأسعار بأكثر مما نتصور. إضافة هنالك اللي هي البيرش فاكتورز اللي هي العوامل اللي قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار أكثر، اللي هي الانخفاض الاقتصاد الصيني، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي كانت أكبر عامل منع ارتفاع الأسعار. هذا كان سؤال التالي دكتور يوسف، الانقطاع المفاجئ الاستمرار الذي نشهده للحرب التجارية، وأيضا الحديث عن أنه لدينا تباطؤات أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي، على الرغم أيضا خلال الفترة الماضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل لازال ينفي وجود أي تباطؤ، بل على العكس الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى في العالم خلال المرحلة الحالية. في ظل استمرارية للتباطؤ وأيضا وكالة الطاقة تتوقع خفض النمو على الطلب على النفط سواء هذا العام والعام المقبل، ألا يعطي المزيد من الإشارات أنه من الممكن أن نكسر مستويات جديدة، وهل قد يؤدي ذلك إلى تدخل جديد من أوبك أو أوبك وأوبك بلس؟ طبعا هذا شيء وارد. لما نتكلم على الطلب على النفط، الصين والهند يكونون أكثر اقتصادين مؤثرة على الأسعار
مقارنة بالاقتصاد الأمريكي. لا تنسى أن الاقتصاد الأمريكي لديهم الزيت ثورة كبيرة في إنتاج الزيت الصخري والإنتاج المحلي من البترول، وصل حاليا إلى حوالي 12.4 مليون برميل في اليوم. فأتوقع أن التباطؤ الحاصل في، لا أحد ينكر أن هناك تباطؤ في الاقتصاد الصيني حوالي 6% لعام 2019، يعني انخفاض بحوالي 0.25% من مقارنة العام الماضي. ف هذا التباطؤ هو حاليا اكثر شيء مؤثر على قد يسبب انخفاض اكثر في الاسعار. لو حدث فعلا، لو نفرض انه لم يكن هنالك اتصال توصل الى اتفاق بين الولايات المتحده والصين في هذا العام، قد يكون هنالك امدادات اكثر من المطلوبه في الاسواق. فاحنا نتوقع مثلا ان النفط في 2019 الطلب حوالي 880 الف برميل في 2019، بينما هذا النمو، بينما في 2020 النمو قد يصل إلى 1,040,000 برميل. الرقم هذا أقل من الرقم اللي نشرته منظمة أوبك بحوالي 40,000 برميل. أوبك توقعت أن هنالك يكون الطلب في السنة القادمة حوالي 1,080,000 برميل. طبعا احنا ناخذ بعين الاعتبار اللي هو السيناريو أنه قد يكون هنالك الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد لا يتم في 2019، فقد تتطرق المنظمة إلى إحداث تخفيضات أكبر في. هذا هنا إذا السؤال الآخر، ما هو شكل التدخل هي التالي فيما لو شهدنا المزيد من التراجعات؟ هل برأيك سيكون هناك سعر محدد لن تقبل أوبك وأوبك بلس أن يتراجع عنده؟ متى من الممكن بالفعل أن نشهد تدخل لأوبك وأوبك بلس؟ لا أتوقع أن أوبك بلس سيكون التخفيض أو الزيادة بناء على سعر يقبلون ولا يقبلون. هما ما هو الطلب؟ دائما أوبك ينظرون إلى الطلب والعرض، فبناء على هذه يتخذون القرارات في سواء الزيادة أو تخفيض الإنتاج. لكن إحنا كشركة استشارية نرى أن السعر سنتوقع أن السعر اللي يكون يحدث نوع من الموازنة بين العرض والطلب سيكون بين 60 و 65 دولار للبرنت في هذا العام والعام القادم، والخام تكساس بين 55 و 60 دولار. فإذا أوبك بلس لما تتخذ قراراتها سينظر لمستوى المخزون الأمريكي ومخزون الـ OECD، فنتوقع أن يكون هنالك زيادة في مخزون الـ OECD والمخزون الأمريكي مع العام القادم، وهذا ما يدل أن هنالك فيضان في الإنتاج أو إنتاج أكثر من الطلب فبالتالي قد تتخذ أوبك بلس زيادات أكبر في حجم تخفيض الإنتاج، وهذا قد في الأخير ينعكس على الأسعار من ناحية أن تحديد مستوى الأسعار عند حد معين بحيث أنها ما تنخفض تحت هذا الحد. في ظل انتظار ننظر للطلب، ننظر للعرض، ننظر للمخزون. بالنسبة للانتخابات المقبلة الأمريكية، الجميع الأمريكية بعد حوالي تقريبا عام، لكن الجميع يتحدث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحاول قدر الإمكان الضغط على الأسعار سواء من خلال تويتر أو غيرها من الأمور. وتعلم أن الجميع يتحدث أنه لا يوجد سلطة للرئيس الأمريكي بحسب ما يقول على شركات النفط الصخري الأمريكية التي أيضا تضيف من إنتاجها بشكل يومي في ظل استمرار الارتفاع الأسعار. هل بمقدور الرئيس الأمريكي برأيك الضغط على الأسعار أكثر مما شاهدناه خلال الفترة الماضية من الآن حتى الانتخابات؟ أتوقع السياسة الأمريكية في من بطريقة أو بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة لها دور في تأثير على أسعار النفط. لو ننظر مثلا للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تأثر في ارتفاع الطلب على النفط، بالتالي هنالك انخفاض في الأسعار. بينما الشركات النفط الصخري الأمريكية مستفيدة بشكل طبيعي من ارتفاع الأسعار، مع ارتفاع الأسعار هنالك نمو كبير في الطلب في الانتاج الزيت الصخري. لكن إضافة لازم نأخذ بين مسألة أخرى أنه انتاج الزيت الصخري قد يصل إلى حده الأقصى في حوالي 15 مليون برميل، هو حاليا عند 12.4 مليون برميل حسب توقعات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية. فأعتقد هنالك طبعا
السياسة الأمريكية مثلا حاليا أنه لا توقف في ارتفاع كبير في الأسعار، بينما شركات البترول الأمريكية مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي سنشهد أسواق بترولية مزودة للطلب حسب ما أو للسبلايز حسب ما تكون حسب الديماند. أنا أشكر حضرتك، سيكون في موازنة بين العرض والطلب. أنا أشكر حضرتك معنا اليوم الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن الدكتور يوسف الشمري، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك.